طيب يا شيخ، الحديث الوارد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل معنى هذا أن الملائكة لا تدخل معظم البيوت لأن فيها الصور التي في البطاقات الشخصية وفي حقائب النفوس وجوازات السفر ما شابه ذلك؟ إذا كانت الصور معروضة ظاهرة فهو كذلك، أما إن كانت هي ظاهرة فليس كذلك. أن الحديث خاص بالصورة الظاهرة؟ أي نعم. إذا وجدت صورة في جريدة غير ظاهرة أخذت الجواب. وإن لم تكن هناك يعني حاجة لهذه الجريدة؟ إذا لم تكن هناك حاجة للجريدة لا يجوز أن يأتي بها وأن يدخلها بيته. يعني اشتراها وما يقرأها إلا بعد أسبوع مثلا. أخذت الجواب، في حاجة إليها ولا ما في حاجة؟ نعم في حاجة. فإذا لما افترضت ما في حاجة؟ ذكر الله خير. ممكن نسألك أسئلة أخرى يا شيخ؟